انتقادات حادة لسياسات اللجوء الأوروبية وجهتها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت في تقرير لها أن تشدد الأوروبيين في إغلاق حدودهم يعرض حياة آلاف الناس للخطر ويدفعهم إلى طرق التهريب التي أودت بحياة الآلاف. فخلال 13 عاماً قتل أكثر من 23 ألف شخص خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا. تقرير المنظمة أدان محاولة الأوروبيين إنشاء منطقة عازلة على حدودهم عبر التعاون مع تركيا وليبيا والمغرب لاحتجاز اللاجئين، ما يعرضهم لانتهاكات عديدة. الأوروبيون صرفوا خلال 5 سنوات 700 مليون يورو لتحسين أوضاع طالبي اللجوء، لكن أكثر من ضعف ذلك المبلغ ذهب لتقوية مراقبة حدودهم. تشديد الرقابة يدفع اللاجئين لمزيد من المخاطرة، وأكثر من نصفهم أتوا من مناطق نزاع وحروب كسوريا وإريتريا والصومال. بعد تكرار مآسي موت اللاجئين في البحر، أطلقت إيطاليا العام الماضي حملة بحث أنقذت عشرات الآلاف. مع ذلك قتل حوالي 200 شخص منذ بداية العام والمئات مفقودون. هذه القضية ناقشها وزراء الداخلية الأوروبيين خلال اجتماع في ميلانو، لكنهم تجاهلوا نداء إيطاليا لتقاسم الأعباء عبر التمويل وإعادة توطين اللاجئين.